إذا سئلت عن معنى هذه الآية فإن ابن كثير رحمه الله تعالى لخص الكلام حولها فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم، أي اعترفوا بوحدانيته وشهدوا أن لا إله إلا هو، وهذا أولا الذي يجمع بينهم، أو الذي جمع بينهم، وهو الذي يجمع بين الأمة اليوم. لأنه كثير من الناس يقول لك انتم بتفرقوا الناس، انتم منو اللي بتفرقوا الناس؟ والله انتم اللي بتيوا في المساجد وتقولوا نادوا الله براو واستغيثوا بالله وحده وتشرحوا للناس التوحيد، والناس دي موحدة، والكلام ده بجيب فتن، والكلام ده بجيب مشاكل، والكلام ده بفرق الناس. ويكتبوا في بعض المساجد في بعض الجدران اكتبوا: ممنوع الحديث إلا بإذن من اللجنة، ومرات إذن قبل 42 ساعة، ومرات أن لا يزيد الكلام على نصف ساعة. كل لقيناه في المساجد، وفي مسجد لقيته في الكلاكلة قال: وإذا كانت النصيحة بعد الفجر فلا تزيد على 3 دقائق. والله الذي لا إله غيره. ومسجد في شارع 60 الإمام قال لي: أخذت المسائل الخلافية وكلامك ما يزيد عن 4 دقائق، ده زاد دقيقة شوية. وناس كتار في المساجد دي فهموا، انت لما تقول وحد الله انت زول بتاع مشاكل وانت بتاع فرقة كذا. شوف كلمة التوحيد، شوف الكلمة دي، التوحيد والشرك القبيح حياته. التوحيد واحد، توحيد أي تفرد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو الذي يجمع الناس، كما قال الفوزان في تعليقاته على شرح السنة قال: والذي يجمع الأمة أو الناس التوحيد. والدليل قوله تعالى من سورة آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو؟ إخوانا. يا جماعة لو زول وقف في نص المسجد، ناس وقفوا بورا قالوا نادوا، وقفوا ورا هناك قال نادوا المكاشفي، في 5 أنفار مرقوا معه بيقوا مع المكاشفي، ناس بيجاي وقفوا قالوا نادوا الختمي محمد عثمان المرغني، في 6 أنفار بيقوا ختمية وديل المكاشفية بيجاي، في ناس بيجاي وقفوا قالوا والله انتوا عارفين شيخنا التجاني ده خطير ابقوا معاه، في 3 بيقوا تجانيه، في ناس بيجاي وقفوا قالوا والله شيخنا القادري ده كمان مره واحده، زي ما في كتاب النصره العلميه لاهل الطريقه الصوفيه قال عبد القادر، او الناس اللي بيجيبوا كلام ده تبحيرك، قال عبد القادر: الملائكة لهم شيوخ، الملائكة لهم شيوخ، والجن لهم شيوخ، والإنس لهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. أنت فاهم كلامه؟ الزول قال لك الملائكة عندهم شيوخ، والجن عندهم شيوخ، والإنس عندهم شيوخ، قالوا أنا شيخ الكل. في ناس بيقوا قادرية بيجاي المسجد ده ما فضى، مش يتفرقوا، جيت انا وقفت في النص تلوني المكاشفيه تعالوا، اها في شنو؟ نادوا الله، ايوه يعني بس الله، اي خلاص تعالوا وقفوا. بيجاه انتوا يا ختميه نادوا الله، جوه وحدوا الله تعالى، انتوا تجانيه نادوا الله، جوه وحدوا الله تعالى، انتوا القادريه نادوا الله وحده، نادوا الله. الأمة دي ما تلمت؟
مش يتلموا. التوحيد ده بيجمع الناس، لأن القلوب تتوجه إلى رب واحد، فإذا تجتمع. لذلك ذم الله المنافقين فقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شنو؟ شتى. الاجتماع ما اجتماع البدن بس، وإلا اجتماع البدن ده بيتحقق في أماكن كثيرة وما بكون فيه نفع، ما بكون فيه نفع مرجو. ناس تلقاهم ملمومين في حفلة، خلاص ده الاجتماع المقصود. ناس ملمومين في الاستاد، ده الاجتماع المقصود. ناس تلقاهم يا أخ في محل بتاع مناسبة يخط الصينية، تلقى فيها 8 انفار حزبون، 8، واحد بيجاي صوفي، واحد أخو مسلم، واحد بيجاي انصار سنة. المهم تلقاهم شنو؟ طوائف وقاعدين في صينية واحدة، فديل بيأكلوا سوا، لكن مجرد ما تم الأكل أي واحد شنو بيمشي لي جماعته وده لي صاحبه وده لك. فيا أخوان عشان أنا ما أطيل الكلام، أول فائدة هؤلاء الفتية اجتمعوا على الإيمان وعلى التوحيد، والذي يجمع الأمة الإيمان والتوحيد، أن تكون العقيدة صحيحة، هذا الذي يجمع الأمة. بلال من الحبشة، وأبو بكر من قريش، وسعد من المدينة، وسلمان الفارسي، وهكذا، وصهيب الرومي إلى آخره. هؤلاء جميعا ما الذي جمعهم؟ الإيمان والعقيدة الصحيحة، وده أقوى وثاق، وهذا أقوى وأعظم ما تجتمع عليه الأمة، أن تكون العقيدة في الله صحيحة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد هذه الآية، إنهم فتية، لم يقل إنهم شيوخ الشيخ الكبير في السن، وإنما قال إنهم فتية أي شباب. والآن إذا نظرت إلى حال الشباب رأيت ما لا يسرك وسمعت ما يحزنك. شباب كذا، خلينا الكفار ذي خليهم، تعال بلد الإسلام، زول تلقاه هم الأكبر الذي يعيش من أجله وينام ويستيقظ ويتعب ويساهر من أجله الدنيا، ده همه بس. همه يقول لك والله أنا غايته في الدنيا دي بس، همي أبقى دكتور، تاني ما عندي أي هم. تبقى دكتور كويسة، دكتور ما حرام، تبقى دكتور إذا بتراعى الضوابط الشرعية ونيتك بعدين تقدم الخير للأمة. في ناس في خطر تبقى سبب انت في حياتهم، كما قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي ناس فقراء ما قادرين يخشوا على الدكاترة، انت تبقى ذو الخير تقدم الخير ودار تنفع الأمة، ده شيء سر، وده ما تلام عليه كون انت دار تبقى دكتور أو دار تبقى مهندس أو دار تبقى في منزلة تنفع بها المسلمين أو تتوظف وظيفة تعف بها نفسك وأهلك، ده انت ما ملام عليه، لكن ملام انه يكون ده هدفك الأكبر ويكون ده هدفك الأعظم. وإنما المؤمن هدفه الأعظم هو أن يرضي الله تعالى وأن يعبد الله العبادة المقبولة وأن يموت على حسن الخاتمة وأن ينجو من عذاب القبر وأن يدخله الله الجنة وأن ينجيه من النار، ده هدف المؤمن. لو عندك هدف غيره أعظم منه ده بعد ذاك تراجع نفسك. لو انت عايش ما عشان الله ينجيك بعدين من العذاب ويدخلك في الرحمة ويدخلك الجنة وتنجو من عذاب القبر وبعدين تفوز يوم القيامة، انت بتضيع في زمنك والله الذي لا إله غيره. قال تعالى
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال جل وعلا: إن هؤلاء يحبون العاجلة، أما هنا الدنيا بس، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. شكي زول بيتفاجأ، زول الهم الدنيا ده مجرد ما يجي الموت بيتفاجأ بيتهجم. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما بقول رجعوني عشان أحضر، حلال ما قلنا حرام، كما يكون الهدف الأكبر، ولا بقول رجعوني والله دار لي قريشات، ولا بقول رجعوني عشان أبني عمارة، ولا بقول رجعوني والله أنا ناس فلان ديل المهم عندي معاهم شغل، عندي معاهم حاجة، لا لا لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شكري في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر لرجل قبر حديثا، الرجل ده دفنه جديد، والرسول عليه الصلاة والسلام مر بالقبر فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى هذا، أي في صحيفتي، من بقية دنياكم. حديث في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى هذا، أي في صحيفتي، من بقية دنياكم، من بقية دنياكم. شكي السلف دل كانوا الواحد هم الآخرة، ما هم الدنيا. يغ عطاء رحمه الله تعالى ده من أئمة التابعين، مكث في المسجد 40 سنة، وما معنى ما تمرك تشتغل ولا كذا ولا كذا، المهم ومكث 40 سنة. فلما خرج قال له رجل بالباب، قال: يا عطاء إلى متى الغفلة؟ هم مارقين من الجامع. قال: إلى متى الغفلة وملك الموت خلفنا؟ قال: فخر مغشيا عليه، وقع غمران. وغيره من السلف كانوا يخافون الله، رجل يقال له الأسود من أئمة السلف، كان يصلي من الليل فإذا أراد أن يكبر التفت يمينا وشمالا قبل أن يكبر وينظر من خلفه، فقيل له في ذلك، قال: أنتظر ملك الموت من أي جهة يأتيني، بعاين الموت. شكل يا جماعة الزول شاب ده يحافظ على وقته، وشاب احنا ما اقول لك اجتهد، ابقى دكتور ما مشكله، ساير وادعب، وابقى مهندس انفع الناس كويس واشتغل وحافظ على وقتك، لكن يكون عندك شيء من الدين، يكون عندك هم لدين الله. انا بعرف شاب كنا في جامعه مدن الاسلاميه ده، والله بيقرا طب وحافظ القران في الجامعه، بيقرا طب ومراجعه معروفه وكتب، ومع هذا حفظ القران، وكان من أقوى الشباب في تبليغ التوحيد والسنة والاجتهاد وكشف أهل الباطل. رجل في جامعة أم درمان الإسلامية، مرة لقيته بالليل وقت متأخر، لقيته قاعد خات جنبه كتب، كتاب الطحاوية واللي الطحاوي العقيدة الطحاوية ومجموعة من الكتب، بيكتب بساهر بيقرأ طيبه. قلت له: يا فلان الشغلة دي في شنو؟ قال لي: بكرة انذركن، وبعد بكره في في علقه في ليبيا ولا شنو، وفي كذا وفي كذا وكذا، مع انه يقرا في هذا المجال الذي يحتاج الى كثير اجتهاد، ومع هذا لم يترك امر الدين. وهكذا كان السلف يجتهدون في طلب العلم. واحد اسمه هشام ابن عمار، ده عمره 16 سنة، ده قال لك ساكنين في الكوفة، فباع أبوه البيت
أبو باع البيت الدار وقال يا بني خذ هذا المال، مشى المهم اتصرف، أجر سكن غايته عنده بيت ثاني، المهم مشى اتصرف. قال يا بني خذ هذا المال لولد عمره 16 سنة واذهب إلى مكة فحج، مش مكة حج، الحج في مكة، ثم اذهب إلى المدينة فاطلب العلم من الإمام مالك، مالك بن أنس الإمام المعروف. قال فذهب إلى مكة فحج، وبعد انتهاء الحج ذهب إلى المدينة. شوف شوف المال شاله مشى به مكة وسافر وجا المدينة. فلما دخل المسجد وهو مغبر القدمين وعليه أثر السفر وهو غلام شاب، دخل على الإمام مالك وهو يحدث أصحابه يدرسهم، فجلس في مجلس الإمام مالك، فظن الإمام مالك أن هذا صبي من الصبيان الذين يلعبون ويشوشون على أهل العلم، شاف شكله كذا صغير وبعدين مغبر، قالوا شنو؟ قالوا جاي يسوي شغب. فقال يا غلام قم فانصرف. قال أتيت لأطلب العلم. قال قم فانصرف وإلا أمرت بجلدك. هذول قال لي تقوم يا بكلم زول السجلك. قال أتيت لأطلب العلم. فقال لأحد طلابه قم فاجلده 15 صوتا، قم أجلده. قال وهكذا تروى هذه القصة. قال فقام فجلده، فخرج هشام بن عمار فجلس عند الباب وهو يبكي. فلما انتهى الإمام مالك من مجلسه وانفض الناس وأراد أن يخرج نظر إليه فإذا هو يبكي، فعلم أنه يعني لم يأتي للشغب. فقال يا غلام ما اسمك؟ قال هشام ابن عمار. قال ومن أين أنت؟ قال من الكوفة. قال وما الذي يبكيك؟ قال ابتاع أبي بيته وأعطاني المال لأطلب عندك العلم، فلما أتيت إليك ضربتني وطردتني وظلمتني، والله لأشكونك أمام الله. قال فبكى مالك وقال كيف تعفو عني؟ قال له كت، وطبعا ده بخاف، مزول عالم بخاف، والله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء نحسبه والله حسيبه. الزول البخاف الله ذكى أن ذكروا به الله ما بخاف، الزول متعلم. قال فقال له كيف تعفو عني؟ قال بكل صوت جلدتنيه تحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك أن دار نعفو اديتني 15 صوت تديني 15 حديث. قال فحدثه، قال حدثنا فلان عن فلان فحدثه. فلما أكمل الأحاديث التي حدثه بها قال عفوت عني؟ قال يا إمام هات الصوت وزيد في الضرب وزيد في الحديث. قال اجيب صوتك اجلد وديني حديث. قال قال فكان إذا أراد أن يحدث قال أين هشام بن عمار؟ فيجلسه بالقرب منه ثم يحدث الناس. ودفت من الفتيان وشاب من الشباب اجتهد في طلب للعلم وفي تحصيل العلم النافع. فإتى الله اداك شباب واداك عمر زي ده، ما تضيعه ساي، زي حال كثير من الناس شباب يا اخ ضايع، واحدين متاع صعود شغالين، يقول لك دي فترة شباب ونعيش، قاعد في الداخلية قالوا بعد يجي برلوم يلموا في الجماعة بجنبه شغال صعود بجنبه، بعد شوية سجاير، بعد شوية تاني در يلفلفوها، تاني تبقى في مصائب تاني، والله الذي لا إله غيره. يجمع يمشي الجامعة يقول له عيش شبابك،
شبابك يعني شنو؟ يعني لو ما عنده صاحبت صاحبته صاحبة له كأنه زول مجنون والله. يقولك يعني التاسي براك كذي آي براي في شنو؟ يقولك لا، ويعني ما في شيء، يعني ما في حاجة ولا في هنا موبايلك ده كله أولاد. يقول لك آي فيها شنو يعني؟ إلا بس ناس البيت وناس ولال وكذا. لا والشغلة دي كذي بالطريقة دي بتجن بالجن. رازم درمان ده ما جنوا ليه جماعتهم درمان ما جنوا ليه والله. يوهموك وكل كذب ساي ولف ودوران يمشي للبيت يكذب عليها وتكذب عليه، ونحن بعدين سوا إن شاء الله أوكي الآخر. ركبت أخي الحافل لقيت غنية شغالة والله حيروني مرة دي أظنها قديمة. قال قصة تريدة بين اثنين بين مسلم ومسيحية. شوف النازل بالأخبتوها كيف. قال أحلف لها بالإسلام وتحلف بالمسيحية وماشيين في شغلتهم. يا ناس حاصل شنو؟ والله الذي لا إله غيره. عشان كيف ابن عباس في الطواف رأى شابا يحمله رجلان، يحمله رجلان، ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، ورجلاه لا تقلانه كرع ما شايلاتن. فقال ما به؟ قالوا به العشق. الظل ما عنده مرض إلا عنده عشق، بس عشق ما قادر يمشي عديل. قال فكان سائر دعاء ابن عباس في الطواف اللهم إني أعوذ بك من العشق، اللهم إني أعوذ بك من العشق. بقى في الدعاء شغال أعوذ بك من العشق. وصحيح تلقاه قاعد يا أخي في الداخلية وتذكر في الجامعة بالليل ما قادر ينوم، يفكر بالنهار في الوضو يتذكر مرات ينسى يده ذاته في الوضو، وفي الصلاة تلقى ما قادر يخشع. ده كله شنو؟ عشق. قلبه معلق بامرأة فنانة شافها ما بعرف، واحد شافها في الجامعة غشته أدته كلمتين وأداه كلمتين وإلى آخره، وتبقى تاني بعد ذاك همه الأكبر بس. وديل شباب كتار ضيعين عمر، بل قد يصل إلى درجة المعصية الكبرى الفاحشة. حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمر بن جندب رضي الله عنه رأى الزناة والزواني وهم يعذبون في البرزخ على مثل التنور، في مثل التنور فرم أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعذبون في مثل هذا التنور فرن نار تحت، وده في البرزخ أي بين الدنيا والآخرة أي حياة القبور، يعذبون بسبب هذه المعصية. وناس يستهينوا والله الذي لا إله غيره. أخي تخليك زول قوي، امشي قرايتك قضي قرايتك وتجي طوالي، لا عندك علاقة ببيت لا كذا لا كذا. والله الذي لا إله غيره ما يغشك، ما يقول لك زميلتي ودارين نشرح سوا، تشرح سوا وكان شرح لك ولد بتفهم خليه تشرح لك بيت والله. وصاد وما بعرف وإن وإل وشنو كيمياء وفيزياء دي والله إن شرحت لك تطير لك الكيمياء من راسك. شفتها شفتها المويه مش تقلب H2O H2O تقلب HA ما بعرف ما بعرف 6 ذاته كلها لخبطه. وإيه بيت بتشرح له ولد، ولد يشرح له بيت، بعد شوية يقعدوا سوا وقاعدين ومتلصقين. ويقول لك ما في شيء يا مولانا، ما تبقوا صعبين، ما نبقى صعبين لما الفاس يقع في اللضان مش في الراس. وبلاوي كثيرة جدا، اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. الزوج شبابه ما يضيعوا ساي ولأنك مسؤول عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، في مستدرك الإمام الحاكم وفي صحيح الجامع، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ما تقول أنا شباب وكذا وكذا تعدي غنى يغشوك، ادي غنية تلقاه يبكي كر برا وبيدمع يا زول في شنو؟ لا يقول لك لهيب الشوق، والتشتيك تمتين انت معلقات الظهر ذاته اشتيك تمتين ذاته، وكل حرام في حرام ولخبة في لخبة. فيا ناس الزول الشاب ده يحافظ عليه شبابه، إنهم فتية فتية، ناس قدموا الدين.
إبراهيم عليه السلام قال عنه الكفار سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. منكسر الأصنام قال بعض المفسرين عمره 16 سنة، 16 سنة كسر الأصنام. ويحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم شنو صبية. وعيسى عليه السلام 33 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم النبوة جاته والرسالة وعمره 40 سنة، وهذا من الشباب حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ده من الشباب. وهكذا عمر بن الخطاب أسلم شاب. معاذ بن جبل لما مات أعلم الناس بالحلال والحرام، لما مات عمره 38 سنة. أبو هريرة الحديث حفظ عمره 32 33 سنة، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وبضعة أشهر. شوف أسلم عمره كم 30 سنة. ابن عباس الرسول مات عمره 13 سنة، ابن عباس رضي الله عنه. وهكذا الصحابة والشباب، ولذلك انت فترة الشباب تستفيد منها. بمين ما تكبر ده شفت تخش الأربعينات الخمسينات وماشي بعد ده الأمراض بتكتر عليك. واس شوف الناس برا بتفهم الكلام ده، زول عمره 20 سنة حفظه زي زول عمره 100 سنة بيختلف. 20 سنة ده تقرأ تحفظ، والله واحد في الداخلية بتاعته نورمان الشاب ده اسمه محمد يوسف، واحد عمل نصيحة في حفظ القرآن قال يا جماعة الزول يحفظ القرآن، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الترمذي وحسنه الألباني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن، زول اللي يحفظ القرآن أو يحفظ جزء من القرآن، يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة اقرأ وارتقي، يعني اصعد في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. زول حفظ آيتين الله بيرفع درجتين في الجنة، والدرجة كما بين السماء والأرض. حفظ 10 آيات وهكذا الله بيرفع 10 درجات. الزول اللي قال النصيحة دي الشاب وأنا حاضر الكلام، بعدين قال ليهم الزول لو بيحفظ في اليوم نص صفحة بس نص صفحة، شوف بعد شهر بيلقى نفسه حافظ 15 صفحة، تاني يحفظ 5 صفحات ده جزء، تاني بعد شهر المهم شهرين ثلاثة، تاني بعد شوية بيلقى نفسه ما في البداية بدأ بنص صفحة، تاني بيلقى نفسه عنده همة عالية ونهم في طلب العلم وفي الحفظ، يلقى نفسه في اليوم يحفظ صفحة، تاني يعدي فترة 2 صفحة، وهكذا يحفظ إلى أن يكمل هذا الكتاب. الزول لازم عن النصيحة دي صاحبنا اسمه محمد يوسف، جيته بعد فترة قلت له زول والله بعد شهور قلت له اها الحاصل كيف الحفظ كيف، قال لي الآن أنا في صورة الأحزاب، يعني بعدي من الناس وطالع لي فوق، قال وصل الأحزاب ودي قريب 10 أجزاء 8 أو 9 أجزاء، شوف ده كل يوم يحفظ نص صفحة من يوم النصيحة ما فوت ولا يوم تاني، ودي زي ما بقولوا من ثبت نبت. الزول اللي بيبدأ شيء باب خير ده وبيثبت فيه بعدين يقعد يردد في الغنى ما مشكلة والمشكلة، وتقعد ودي ذاتها مشكلة شغلتك دي، وتقعد تعديها والطيور ونحن مع الطيور، دائما سمعت ركبت برضو حافلة حيرونا ذات وحفظونا اللخبطة مع الطيور، وأنا ما عارف زول مالك ومال الطيور انت، وزول زعلان من زول بيقول لي انت طيرة زاي، ده يقول لي مع الطيور ده موديك يا طيور ما بعرفها وما بعرف هو إلى آخره، ويخشوا الجماعة بشعر ذاك ما شفت الجماعة بخشوا معاه بيمرقوا كمان محلات تانية، والله الذي لا إله غيره، بدل تعديها غنى سايم وبالك ملان غنى وبكى
ولخبط وعمك الكبير ذاك بيهم البنات والأولاد يقول لهم غني لنا في رمضان بيجيبوه بعد تضيع بدل تضيع زمنك الموبايل ده خملاه قرآن جيب مصحف كامل بتاع الحزيفي ده من 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 أئمة المدينة الآن موجود حي وزول من علماء التجويد أو من المهم من القراء زول بيقرأ موجود تحفظ القرآن تسمع القراءة الصحيحة تقرأ تحفظ تاني بمرور الزمن قلبك ده تاني راحته بتبقى في القرآن والله ابن باز سألوه قال له كيف نصلح هذه القلوب القلب فيه قسوة وما قادر يتذكر الآخر وجناي وفي غفلة وفي حاجات القلب ده نصلحه كيف قال بالإكثار من الذكر قلب فيه قسوة وتعلق بالدنيا تذكر الله كثير بنصلح قال والدليل قوله الذين آمنوا قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن شنو القلوب قال اثنين بالقرآن واستدل بقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فإنت شاب الله اداك شباب واداك صحة واداك وقت ما تضيع زمنك في خليط ونسات فارغة وسجائر وصعود وأفلام وغاني وصحبة سيئة وجاي برضو ضياع للزمن وكشتينة وضمنة وحافظ على وقتك أقرأ الأكاديميات دي تستفيد المباحة أقرأ فيها مش تعال تعال من المتفوقين في القراءة واسأل الله قوم بالليل صلي لي الله سبحانه وتعالى كون عندك ورد من القرآن كل يوم تقرأه جزء أو جزئين أو ثلاثة المهم ما تيسر يكون عندك شيء من الوقت تطلب في العلم النافع نزل تسجيلات العلماء أقعد أسمعها الكتب شرح كتاب التوحيد في العقيدة شرح كتاب بلوغ المرام في الفقه الكتب النافعة تستفيد تسمعها تتفقه في الدين وتتعلم تحافظ على وقتك والله تقوم بالليل تصلي لله وتتضرع عليه وتسأله سبحانه وتعالى وتشكو له الهموم والغموم لله سبحانه وتعالى إذا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وهذه الوقفة الثالثة والأخيرة أن الذي يبدأ بابا في الخير فإن الله تعالى يزيده قال سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلذلك انت تجتهد في طاعة الله وإذا بدأت بابا للخير وفقك الله للزيادة في طلب العلم وفي تبليغ دعوة الله تعالى خليك نشيط جيب في المساجد انصح الناس اللي فيهم خير بيستجيبوا امشي لقيت مجمعات بتاعت شباب اجيب في نصهم بلغهم دين الله تعالى لعل الله تعالى ينفع بك اسال الله باسماء الحسنى وصفات العلى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان ياخذ بنواصينا جميعا الى البر والتقوى جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد.